كريم جدا وجميل اسمه جميل ابراهيم الزجالي منورنا في هذه الامسيه الرائعه. السلام عليكم. انتم رائعين دائما. ابو ظبي تحتضن الروائع الحقيقه يعني، وعودتنا الامارات عموما سواء ابو ظبي او دبي بهذه النوعيه الفخمه والفاخره من المهرجانات العالميه. انا سعيد جدا اني متواجد في هذه الدوره، الدوره الثامنه. كنت متواجد في الدورة الأولى وقطعت تقريبا مال 7 سنوات، والحين رجعت لهذا المهرجان يعني لبعض الارتباطات كانت في ذيك الفترة. أتمنى أني أكمل إن شاء الله وواصل إلى نهاية المهرجان. جميل جدا. الآن أنت قطعت فترة 7 سنوات، ما هو تصورك أو ما هي فكرتك عن النقلة اللي صارت في هذه 7 سنوات؟ تشوف أنت نقلة كبيرة جدا. الدورة الأولى كانت شوية في البداية، تعرف دائما الشيء الوليد يعني يحتاج فترة إلى ما ينمو وينضج، ولا يعني اختلاف تشوف النضج انت الآن تماما بين الدورة الأولى وبين هذه الدورة الثامنة، من حيث التنظيم، من حيث الاستقبال، من حيث التجهيزات، من حيث يعني. لا فأنا سعيد جدا يعني من البداية، من المطار من وصلت، وأنا سعيد بحسن التنظيم في هذه الدورة. دعمكم يهمنا دائما، تواجدكم معنا يهمنا أيضا، فسعداء جدا بأن أشوفك هنا. مشكور، يعطيك العافية حبيبي. هذه ديارتنا يعني، إحنا لا يعني إحنا في بيتنا، فأعتقد أن إحنا هم اللي يدعموننا يعني، والإمارات دائما هي داعمة لنجوم الخليج. الله يسلمك. شكرا لك، أتمنى لك التوفيق دائما. شكرا لك سيدي. نرجع